مباراة الأهلي والزمالك مباراة بتحظى باهتمام كبير في الصحافة وفي الإعلام وفي الشارع الرياضي في الجماهير. عايز أقف عند نقطة العلاقة ما بين الجماهير، ودي رسالة مهمة علشان الأجيال اللي جاية. هو طبعا يا كابتن، بداية احنا طول عمرنا بنتعامل إعلاميا مع مباراة الأهلي والزمالك على إن هي عيد للكرة المصرية، ومش للكرة بس، حتى في كل الألعاب هتلاقي دايما النهائي أهلي وزمالك في السلة وفي الطايرة وفي اليد، أصبحت إيه حقيقة. لكن بالنسبة لكرة القدم، بما إن هي زي ما بيقولوا درة التاج، يعني هي اللي بتحظى بالشعبية الأولى، وإحنا كصحفيين طول عمرنا كنا بنستعد لهذا العيد، وعارفين إنه مرتين في السنة، دور أول ودور تاني. لما بيحصل ممكن كاس، لما بيحصل زيادة ممكن يبقى كاس مصر، ممكن يبقى دوري أبطال أفريقيا. أيوة، وده حصل في كذا مرة. صحيح. وبالتالي مع رغم زيادة عدد الماتشات، إنما طول العمر هي مباراة يعني فوق كل التوقعات وكل التكهنات. ودايما أنا ما بقلقش غير لما يكون في فريق أحسن من التاني، فبقلق على الفريق الأحسن. ليه؟ لأنه دائما الفريق اللي خايف شوية أو حذر شوية هو بيحاول إن هو يخطف الفوز، لأنه هو في النهاية لا يهمه في هذه المباراة غير النتيجة. ولذلك دائما كنا بنستعد، كنا بنعمل الأقسام الرياضية دي كلها كانت بتبقى واقفة على رجل زي ما بيقولوا عشان مباراة الأهلي والزمالك. يعني بيكون في استعداد جدا برضه زي ما اللعيبة تستعد والجمهور يستعد. والله أنا مش عايز أقول أكتر، لأنه الصحافة بتستعد. لا، إحنا ما بنستعدلهاش بدنيا قوي، إحنا بنستعدلها فكريا وتغطية ومجهود ذهني والكلام ده. إنما بالفعل، وبعدين كانت أيامنا إحنا يعني فيها صعوبات شديدة في إنك إزاي تبلغ المعلومات اللي عندك بتليفون بتاع ده بتاع العربيه ده، لما غير دلوقتي التواصل دلوقتي بقى اسهل بكتير. يعني احنا كنا بنجري على اقرب تليفون فورا، عشان وزمايلنا اللي قاعدين في الجورنان بيساعدونا في ده، ان هو ممكن برضو وهو قاعد بيكتب ملاحظات، لانه عارف ان انا عشان اشق طريقي وسط الزحام ولاقي تليفون او كابينه او اي حاجه وفي حراره لا يعني لما اخترع التليفون السياره ده معلش انا طولت شويه، لا براحتك اتفضل. لما اخترع تليفون السياره ده كنا بنبقى سعداء جدا واحنا رايحين بعربيه فيها تليفون، فاول حاجه نعملها نجري على العربيه ونطلب سعاده ما بعدها سعاده. يعني طبعا هي المباراه زي ما قلنا كل عوامل النجاح ومقوماته توفرت لهذه المباراة، اللي ان شاء الله المباراة بكرة بإذن الله. لا يبقى إلا زي ما قال كابتن حشيش والكابتن عادل، وحضرتك أكدت على ده برضو، إنه أهم حاجة التسعين دقيقة أو ما يعني يليها من إضافات، يعني داخل الملعب اللعيبة هي اللي عليها كل حاجة. ولذلك الناس كلها فرحانة بالاحتفالية والكلام، انما كلهم مستنيين ال 90 دقيقة. طبعا هو ده الاساس، ده الاهم. طبعا بنتمنى التوفيق للافضل، ونتمنى ان يكون الافضل هو النادي الاهلي. لما ارجع لك حضر لي بقى المانشيت، ايه اللي هتكتبه لمباراة القمة بكرة الاهلي والزمالك. كابتن ايمن جلبرتو، استاذ جمال اتكلم في نقطة مهمة جدا، احترام المنافس. دايما كل فريق بينزل بيحترم الفريق الثاني. مستر كولر في